انا مش قادر اعرف ليه ممكن الناس تبقى عندها اعتراض، في معلومات مغلوطه طول الوقت. بس ده مش ابنك، جون ابني هو خطف قلبنا في اول زياره. حتى الكنيسه بتؤيده وتسانده ايضا. انا محتاجه في حياتي زي ما هو محتاجني في حياته. ممكن تكونوا متفاهمين، بتحبوا بعض وحياتكم مستقرة، بيتكم جميل وناجحين في شغلكم، بس الوقت مش بيعدي والساعة كأنها سنة، وفجأة كل حاجة بتتغير، حياتكم بيبقى لها طعم والضحكة مش بتفارق وشكم لما بتاخدوا القرار إن قلوبكم وبيتكم وحياتكم كلها تتفتح بالحب لطفل كان هو كمان محتاج لحضنكم. انا طول عمري عايزه اتبنى طفل واخلف طفل، فمن فتره الخطوبه انا ده كان واضح بالنسبه لي، وافتكر ان انا اتكلمت مع امير فيه، بس يعني ما اتكلمناش بعمق يعني، بس انا ذكرت ده. وبعدين خلاص بقى يعني مشينا في حياتنا وكل حاجه. ومن 2018 بقى، من قبل 2018 ابتدينا نتكلم في موضوع تبني او كفاله، يعني ما كناش نعرف الكفاله ساعتها، فكنا بنفكر ازاي نتبنى. احنا لجأنا للكفاله، فكرنا في الموضوع بقى لنا شويه حلوين يعني كذا سنه، ودي حاجه بالنسبه لنا احنا كان ربنا ما رزقناش باطفال، فحسينا ده حاجه تانية ممكن نكمل بيها عيلتنا. وكان كمان عندنا حلم كعيله ان احنا يبقى عندنا الطفل بتاعنا وطفل تاني مش بتاعنا نربيه، بس حصل ان النص الاولاني ما حصلش، فالنص التاني ابتلينا بيه. 2018 بقى ظهرت مجموعات الكفالة العادية اللي موجودة في مصر، اللي هي أغلبها مسلمين يعني، فأنا حسيت الله طب ما ده شبه قوي اللي أنا عايز أعمله. فتواصلت مع أكتر من مجموعة فيهم وسألت طب يا جماعة المسيحيين طب إحنا نعمل ده إزاي، والحقيقة هم ما كانش عندهم أي فكرة الموضوع يشتغل إزاي للمسيحيين، وكانوا بيقولوا لي إحنا ما عندناش فكرة يعني، فاسألي في الكنيسة بتاع. حاولت أسأل طبعا ما حدش كان عنده فكرة، ففضلت اسال كده وكل شويه ابعت لهم تاني، لحد ما في مره قالوا لي في بنت موجوده كانت شغاله في المجال ده يعني، في مؤسسه بتعمل كفاله للاطفال المسلمين، فهي عارفه البروسيس وبتجمع المسيحيين عشان تساعدهم في الموضوع. هي واحده تانيه مسلمه برضو كانت ام كافله، قرروا يعملوا مجموعه للمسيحيين اللي عايزين يكفلوا، فالجروب اسمه كفاله كريستين تشايلد. فكره المبادره جت لما كنت بشتغل في احدى المؤسسات الخيريه اللي ليها دار رعايه. كانت المؤسسه دي فكرتها ان دار الرعايه دي مجرد مكان مؤقت للاطفال، مش مكان يقضي فيه الطفل عمره كله. كانت تؤمن بالكفالة، وده أصلاً متماشي مع توجه الدولة حالياً، بيفضلوا أن الطفل يتربى وسط أسرة اللي هما بيسموها الأسرة البديلة الكافلة، أفضل من أنه يعيش عمره كله في دار رعاية. في الوقت ده أنا كنت بشتغل معهم أونلاين، في الوقت ده بحكم شغلي بقت بتيجي أسر مسيحية كتير تسأل طيب إحنا مسيحيين، طب هو ينفع يحصل مع المسيحيين ولا لأ؟ طيب هو إيه الفرق ما بين الكفالة والتبني؟ الفكرة إنه التبني غير مسموح قانوناً في مصر، لكن الكفالة تعتبر النظام الموازي للتبني، مع اختلافات بسيطة إن الطفل اللي بيتم كفالته مش بياخد، لو هو معلوم النسب مش هياخد اسم الأسرة الجديدة، لو هو من كريمي النسب، ودي تعديلات حصلت مؤخرا في القوانين، ممكن ياخد لقب العيلة أو الاسم الأول للأب. الحاجة التانية الميراث، لكن دي برضو ممكن تتحل بإن الأسرة بتكتب وصية أو هبة للطفل. فده النظام القانوني اللي بيسمح إن طفل فاقد الرعاية الأسرية موجود في دار أيتام يقدر يروح يعيش مع أب وأم بديلين بشكل قانوني من غير أي مشاكل. فالبداية كانت أنه في
أسر كتير مسيحية عاوزة تكفل أطفال، وبالفعل إحنا عندنا أطفال كتير في دور الرعاية، فليه لأ ما نحاولش نساعد الأسر اللي هي محتاجة أطفال توصل للأطفال اللي هم أصلاً محتاجين أسر. الوزارة بتدعمنا حقيقي وساعدت الأسرة المسيحية اللي هي قدرت توصل للطفل. وزارة التضامن بتبقى عايزة تتأكد أن الطفل اللي هيعيش مع أسر الأسرة تقدر توفر رعاية آمنة وبيت آمن، فبيبقى في فترة استفسارات ليها علاقة بالمكان بتاع اللي هيعيش فيه الطفل، يطمنوا على علاقتي أنا بمراتي، يطمنوا على المستوى المادي، إن عندي شغل ثابت وعندي دخل ثابت وحاجات زي كده، عشان يتأكدوا ان احنا نصلح ان احنا نبقى عيلة كفيلة. انا بقى اتواصلت معاهم وسألت بقى طب يا جماعة ايه الخطوات، نعمل ايه؟ فعرفت بقى ان الخطوات هي المسيحيين زي المسلمين بالظبط، بنقدم طلب ونفس البروسيس الرسمية، يعني البروسيس مع وزارة التضامن هي بالظبط. فتحمست جدا ونزلنا مصر وابتديت البروسيس في اللي هو السنة اللي فاتت. بقى الجزء بتاع الوزارة كان سهل جدا، او الجزء بتاع الورق الرسمي كان ستريت فورورد، يعني الورق المطلوب معروف، البروسيس معروفة، وهم الحقيقة كانوا عشان عارفين ان احنا مش عايشين في مصر فكانوا بيستجيبوا جدا للأوقات بتاعتنا، يعني عملوا لنا الزيارة المنزلية بدري عشان عارفين ان احنا هنسافر، فكانوا متفاهمين جدا جدا والحقيقة كانوا ناس رائعة جدا. خلصنا الورق وكانت بقى العطل في ان احنا نلاقي الطفل. بعد كده بيجي الجزء التاني، هو ان الواحد يلاقي طفل، وهو ده الجزء الأصعب في حالتنا لأنه مفيش أطفال كتيرة موجودة للكفالة مسيحيين. كان في من ضمن المشاكل اللي كانت بتقابلنا ان في معلومات مغلوطة طول الوقت، زي مثلا ان الكفالة دي حاجة للأسر المسلمة فقط، لكن دي مش يعني المعلومة دي مش صحيحة، لان الشروط واضحة جدا، واول شرط في شروط الأسر البديلة الكافلة ان يكون ديانة الطفل نفس ديانة الأسرة. القانون أو الشرط ما حددش إن الأسرة دي تبقى مسيحية ولا مسلمة، فالقانون معمول لكل المصريين. في مغالطة تانية كانت بتقول إن الكفالة دي للأطفال كريم النسب فقط، اللي هم مش معلومي النسب، لكن بما إن الأطفال المسيحيين في دور الرعاية معلومي النسب، بمعنى أنهم جايين من أسر لأسباب مختلفة، فدول ما ينفعش يخرجوا من الكفالة، والمعلومة دي مش صح بنسبة 100%، لأن حسب اللائحة 86 من قانون الطفل إن الأطفال المنتفعين بفكرة الكفالة الأطفال كريم النسب، والأطفال الذين يتم التخلي عنهم، والأطفال اللي بيكون في استحالة إنهم يرجعوا للأسر البيولوجية تاني، زي مثلا الأب والأم متوفيين، أو أحد الوالدين توفى والآخر تخلى عن الطفل، أو الأهل مسجونين، أو الأهل عندهم أمراض نفسية ونزلاء مستشفى أمراض نفسية. المهم إن في مجموعة من الأطفال معلومي النسب طبعا حسب اللي بتحدده اللائحة الخاصة بوزارة التضامن، ينفع الأطفال دول بدل ما هم يقضوا عمرهم كله في دار رعاية ممكن يروحوا لأسر بديلة تقدم لهم الرعاية والحب اللي هم افتقدوه لما فقدوا أسرهم. في العادي وزارة التضامن بتدي حاجة اسمها جواب مشاهدة، بعدي الناس بتبتدي تدور على الطفل. بس في حالتنا عشان احنا كنا عارفين انه اوريدي الموضوع ده صعب للمسيحيين، يعني انه نلاقي طفل، فاحنا ابتدينا بدري شويه. اول ما قدمنا الورق، او حتى كان بارلل حتى واحنا بنقدم الورق، يعني ابتدينا نسال ونشوف ملاجئ ونسال على ملاجئ، وابتديت اعمل برزنتيشن صغيره لمجموعات من الناس اللي بترعى الملاجئ عن اهم يعني عن المزايا اللي بتقدمها وجود طفل في عيله عن وجوده في رعايه مؤسسيه، والفرق على تطوره الذهني تطوره العاطفي الى اخره. طبعا برضو ما اقدرش انكر انه معلوماتي من Save the Children فادتني شويه، بس الحقيقه ما كانش في قبول للموضوع. طبعا كان في جزء كبير انه في كلمه كفاله شكلها اسم اسلامي او مسمعها اسلامي يعني اكتر، فكانوا بيحسوا انه لا ده اكيد مش لينا، ده للمسلمين اكتر. فده جزء. الجزء الثاني كان احنا يعني كان بيحصل اختلاط بين فكره التبني والكفاله، فاول ما اقول لهم كفاله ده شبه التبني يقولوا لي لا بس احنا ما لناش تبني في مصر. كلمه الكفاله شويه صعبه على دور الرعايه ان هم يقبلوها، كان في شويه
امتناع وصعوبة في التواصل مع دور الرعاية عشان نقول لهم ان احنا عايزين نكفل. الفكرة كانت مرفوضة جزء كبير منه لعدم معرفة دور الرعاية بالفكرة الكفالة نفسها. فقضينا وقت طويل في رحلة بحث ان احنا نلاقي دور اصلا رعاية ترضى تتكلم معنا وتوافق نتناقش معهم في فكرة ان احنا نكفل طفل ومعنى دوت وهل في اطفال موجودة ولا لا. فالحقيقة قعدنا فترة طويلة مش عارفين نوصل لحاجة، وبعدين ربنا كرمنا بدأنا نشتغل بشكل واقعي على الأرض من بداية 2021، من يناير 2021 بدأنا نفك مشكلة كده. كان الأول حاجات بسيطة، إنه حتى كان المعلومات المغلوطة كانت حتى عند الموظفين في التضامن الاجتماعي. كان بعض الموظفين مش أوير جدا بالقانون، فبيقولوا لا المسيحيين ما لهمش. فالحقيقة لما كنا بنرجع لأحد المسؤولين اللي في الوزارة، الحقيقة كانوا بيساعدونا وبيدعمونا جدا إنهم بيصححوا المعلومة للموظف. بعد كده فعلا الأسر بدينا في المبادرة نساعد الأسر إزاي تجمع الورق، إزاي تقدم كل التفاصيل دي، يعملوا البروسيس بتاعتهم، ياخدوا موافقات. بعد كده لقينا بقى المشكلة الأكبر في دور الرعاية المسيحية. الحقيقة دور الرعاية المسيحية أغلبهم مش عنده فكرة عن قوانين الكفالة، وفاكرين إن الكفالة دي يا إما هي المسلمين بس، يا إما هي ان انت بتدفع فلوس للطفل وهو موجود في دار الرعاية، وده مش هدف المبادرة او مش ده نوع الكفالة اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن كفالة طفل في بيت، بمعنى ان هو هيبقى ابن او ابنة للأسرة الجديدة وهيكمل عمره معاهم. هم مش عارفين، حاولنا احنا اخدنا مسؤولية ان احنا نحاول نعمل توعية. فضلنا بقى يعني اكلم ناس واكلم كهنة واكلم واجرب دور رعاية، و يعني الموضوع أخذ شوية وقت كتير ومحاولات كتير قوي، لحد ما كان فيه الحقيقة بيت واحد اللي كان عنده ظروف معينة إنه هيضطروا يقفلوا جزء من بيت، فهيقللوا أعداد الأطفال كده كده، فعشان كده كانوا منفتحين إنهم يسمعوا. فاتكلمنا معاهم وشرحنا إيه الكفالة وكده، وكان بقى بالصدفة إنه في جون، إنه كان عندهم طفل حالته تنفع للكفالة، لأنه مش كل حالات الأطفال الموجودين في دور رعاية تنفع للكفالة. الاختيار ما ينفعش يقول إن هو اختيار كامل، زي كده لما معرفش زي كده لما اتنين بيخلفوا بيطلع لهم طفل عنده شخصية وبيتعاملوا مع شخصيته، وبيبقى عندك مثلا في عائلات عندها كذا طفل وفي شخصية لكل طفل، فهو مش اختيار كامل، بمعنى إن احنا بندور على حاجة معينة بكاركتر معين. برغم إنه جون كان يعني كان أول طفل متاح للكفالة احنا وصلنا له، بس هو الحقيقة هو خطف قلبنا في أول زيارة. حتى الحقيقة هو خطف قلب جوزي أكتر، أنا عملية شويتين، فأنا مش فجوزي هو اللي حس إنه لا أنا الولد ده أنا شايف إنه فيه أقدر أتعامل معاه. هو حتى كان حابب إنه نبقى بنكفه البنت وأقل من 3 سنين. فلما شفنا جون أنا فاكرة كويس قوي إنه يوم ما نزلنا أول يوم من عند البيت كان باين انه في كيمياء بينهم، يعني قعد جنبه وقعد يطبطب عليه وبتاع، وانا جوزي ملوش في الحاجات دي قوي مع الاطفال يعني. قابلناه وارتحنا له وحسينا ان احنا قادرين نتواصل معاه ونتكلم معاه، وحسينا ان في بس زي مستوى نبتدي منه، مطمنه ان احنا مرتاحين له وهو مرتاح لنا وعارفين نتواصل. انا كان بالنسبه لي ده كفايه قوي ان انا ابقى حاسس ان انا مستعد اخد المسيره ديت. اول ما نزلنا سالته هو ايه يعني ايه اللي كان بيحصل ده، مش ده اللي انا توقعته، احنا انت عايز بنت وعايز بنت اصغر. فقال لي لا هو انا شايف الولد ده انا قادر اتخيل ان انا عايش معاه وقادر اتخيله في بيتي وفي حضني وكل حاجه. انا استغربت الحقيقه، قلت له يعني انا لو قلت لك ان احنا لقينا بنت تانيه للكفاله سن 3 سنين اللي انت عايزه وجون هتعمل ايه؟ قال لي هختار جون. انا كنت بدور على حاجات اساسيات بالنسبه لي، هي ان انا بس ابقى حاسس ان انا قادر اتكلم او اتفاهم معاه وان انا حاسس براحه ناحيته، وده كان بالنسبه لي كافي. كنت اتفرجت على مسلسل اسمه ليه لا، وحسيت بس هو ده اللي هيشرح الموضوع. فروحت لماما قلت لها ماما في مسلسل رائع اسمه ليه لا، اتفرجي عليه. انا الحقيقه ماما كانت اكتر حد يعني كنت قلقانه منه شويه، بابا منفتح للافكار الجديده وسلس اكتر،
ماما كلاسيكية تحب الحاجات بتحصل بالشكل العادي المتعارف عليه يعني. فاتفرجت على المسلسل وكل شوية كانت تقولي الله دي حاجة جميلة قوي بس دي أكيد مش لينا. فقلت لها يا ماما طلع إنه ينفع لينا. فقالت لي لا ده مش لينا. قلت لها أنا سألت ينفع لينا. مهم وبعدين قلت لها وسبت الموضوع هناك شوية وبقينا بنتكلم عن المسلسل. وبعدين بقى لما لقينا جون قلت لها ماما فاكرة المسلسل اللي انتي اتفرجتي عليه؟ قالت لي آه. قلت لها بتاع الطفل الكفلوه بتاع. فقالت لي آه فاكراه. قلت لها بصي احنا هنعمل زيها بالظبط. في الأول بيبقى فيه شوية استغراب وممكن يبقى عدم موافقة أو يعني استفهام كتير حوالين حاجة مش معروفة خالص. بس هو الحقيقة بسرعة جدا الوضع بيتغير وبيبقى العكس. بتبقى العيلة مساندة جدا وموجودة معانا وبتشجع وبتشجع الطفل وبتشجعنا وقابلين جدا الموضوع. رحنا وجينا بقى في المشاعر حتى عيلتي كلها رحنا وجينا بقى في المشاعر بين انه دي فكرة حلوة قوي ودي حاجة جميلة ان احنا نقدر نعملها وبين انه بس ده مش ابنك وده هيفضل مش ابنك وحتى اسمه مش هيتغير وبين انه بس دي حاجه هايله يعني. فضلنا بقى رايحين وراجعين في المشاعر بين انه حاجه حلوه قوي بس مش اكيد بس مش هتنفع كده بقى. بس لما ابتدينا نتحرك بشكل جد يعني القبول كان اقوى كتير من ما انا تخيلت الحقيقه. والموضوع لما بيبقى فكره غير بقى لما بيبقى طفل حقيقي كده كائن موجود يعني. فالحقيقه اول ما عرفت عيلتي على جون كان الإقبال رهيب يعني. كان كلهم حبوه جدا وبقى بيتعامل زيه زي كل العيال على طول من غير اي معرفتش ازاي بالظبط النقلة حصلت بس يعني بقى بيتعامل زيه زي كل الأطفال بتاعت العيلة وبقى جزء من العيلة في ولا حاجة وقت. انا بتهيألي انه الطفل الحقيقي يعني الانسان كده طفل فبراءة الأطفال بتاخد اي حد بتخطف قلب اي حد يعني. كان ابنك بقى كان مش ابنك كان بيولوجي مش بيولوجي بيتهيألي ده بيدوب في ضحك وبراءة الأطفال أول ما بيبقوا بني آدم حقيقي يعني مش بنتكلم عن نظرية يعني. في أسئلة كتيرة وفي موانع كتيرة تخلي الواحد يبقى متردد وخايف وقلقان ومش واثق إنه اللي هو بيعمله ده أكتر حاجة صح. في حاجات كتيرة مجهولة في القصة دي. التردد مش حاجة وحشة إن الواحد يفكر ويراجع نفسه ويشوف هو فين من كل الحاجات. لازم يبقى جاهز طبعا ولازم يبقى حاسس ان هو في المكان الصح في الوقت الصح بالنسبه له. بس هو اكيد حاصل انه بغض النظر عن التردد كله الخبره نفسها خبره عظيمه جدا. انا في قمه السعاده ان انا عملت الخطوه ديت وحاسس انه قد ايه انا حاسس بتغيير في حياتي وفي علاقتي بمراتي وعلاقتي بالطفل وبكل حاجة في حياتنا بتتغير للأحسن. ضمن الصعوبات اللي بتهيألي إن هي موجودة هي قبول طفل سنه كبير شوية سواء بقى في الأسر يعني. أنا مثلا دي كانت من الحاجات اللي كل عيلتي علقت عليها إنه طب ما تشوفي طفل أصغر شوية طب السن ده كبير هيتعود عليك وهيفضل طول عمره فاكر إن أنتوا مش بابا وماما مش هيتعلق بيكوا عشان هو خلاص كبر. كل موضوع السن كان موضوع يعني وانا مش هنكر ان احنا كنا بنفكر في سن اصغر بس احنا لما في الحقيقه بقى في الحياه الحقيقيه يعني هو بعد اول اسبوع بقى لوحده بيسمينا بابا وماما. احنا ما طلبناش منه قوي يعني. انا قلت له مره كده بس هو لوحده بقى بيسمينا بابا وماما. بعد اسبوعين بقى لا بعد اقل من اسبوعين بقى يجي ينط في حضني ينط في حضن امير يتنطط فوقينا يعني كأنه معانا بقاله كتير يعني. فبيتهيألي جزئية السن حاجة من الحاجات اللي أنا بدعو كل الناس تنفتح لها أكتر لأنه يعني من التجربة طلع من الموضوع مش بالكمبليكيشن اللي احنا كنا متخيلينها أبداً يعني مش بالصعوبة على الأطفال يعني. واضح إن الأطفال هم تأقلمهم أعلى مننا كتير قوي يعني. هو في سببين رئيسيين بيبقوا للقلق. الجزء اللي هو إنه عمره ما هيتغير اسمه عمره ما هيحس إنه هو ابني. والحقيقه انه انا مش حاسه ان موضوع الاسم ده هو اللي بيخليه ابني او لا. يعني جون اصغر من انه يفهم الاسم ومش الاسم بس خلاص هو بقى فاهم دول بابا وماما. واحنا بدري قوي يعني احنا بقى لنا معاه اقل من شهر وبقى فاهم انه لما نقول هنروح يبقى هيجي يعني ده بيته. فبيتهيألي انه التخوف ده مش حقيقي قوي
والأهم إنه العلم بيقول حالياً في الدول المتقدمة يعني إنه مهم للطفل إنه يعرف إنه هو متبنى أو مكفول، يعني ما علينا إنه دي مش عيلته البيولوجية، مهم جداً يبقى عارف القصة الحقيقية بتاعته، لأنه لو كبر وعرفها بالصدفة ده هيكسر الثقة للأبد بينه وبين الأسرة اللي هو معاها، لأنه هو عاش كذبة طول عمره. يعني بعد ما جه جون الحياة اختلفت خالص، لأنه أي طفل في رأيي هو محتاج رعاية بسهولة جداً. الواحد بيقدر يبقى متواجد مع طفله وحاسس قد إيه هو محتاج الرعاية ديت. الحياة اتغيرت خالص، احنا بنحبه جداً، مبسوطين جداً معاه، وبنكتشفه وهو بيكتشفنا، بنتعلم عن بعض وبنحاول نلاقي روتين، بنتعلم نبقى أب وأم حتى عاديين، مش بس عشان مش حاجة خاصة بالكفالة، هي فكرة إنك تبقى أب وأم في المطلق إزاي تبقى دوت. وإحنا سعداء جداً، وهي يعني مسيرة إحنا ماشيين فيها كل يوم بيبقى أحسن من قبله، بنتعود على بعض أكتر، بنعرف بعض أكتر، بنكتشف بعض أحسن، وبنستمتع بحياتنا أكتر، تواصلنا بيبقى أحسن مع الوقت، بنفهم بعض، إحنا مختلفين زي أي أب وأم عاديين عندهم طفل بيبقى مختلف عنهم، إحنا بالنسبة لنا طفل مختلف عننا، وإحنا بنكتشفه وبنتعلم نحترمه زي ما هو، وهو بيتعلم يحترمنا زي ما إحنا. هي في كلها خبره جميله جدا، واحنا سعداء بيها وحاسين ان ده حاجه عظيمه، احنا يعني حاجه بركه كبيره لينا. يعني انا مثلا بالنسبه لي امتع حاجه انه هو بيصحى اول ما بيشوفني بيبتسم، انا ببقى في منتهى السعاده. حاجات عبيطه قوي بقى بتبقى مفرحه جدا، يعني مفرحه ومبهجه. هو غيرنا بقى، يعني الاطفال بيضحكوا على اي حاجه وبيستمتعوا باي حاجه، ففي كده تجديد طاقة وتجديد حياة مختلف خالص عن أي حاجة تانية، عن إنك تعمل حاجة جديدة أو تطلع رحلة جديدة أو حتى تسافر بلد جديدة، حاجة مختلفة خالص، طاقة كده مختلفة غير الطاقة الحقيقية طبعاً اللي هي الجري جري جري، بس في طاقة مبهجة كده في الموضوع، بيوريك إنه أبسط الحاجات ينفع تنبسط بيها حقيقي وينفع تضحك عليها بجد. أنا أكيد بضحك في يومي 10 أضعاف ما كنت بضحك في يوم طبيعي لطيف في حياتي قبل كده. الكفالة دي حاجة حلوة للاتنين، دي حاجة الاتنين عايزينها، العيلة اللي بتكفل دي عيلة محتاجة تكمل نفسها تكمل عيلتها، ففي احتياج في العيلة، والطفل اللي قاعد في ملجأ ده طفل طبعاً مش واخد الرعاية ولا الاحتياجات الأساسية بتاعته كطفل في أسرة. فإن احنا نحط الاتنين مع بعض أنا بشوف إن دي حاجة حلوة، الطفل محتاج يبقى في أسرة والأسرة محتاجة طفل، فدي حاجة حلوة أنا مش شايف فيها أي حاجة وحشة، ومش قادر أشوف أي سبب يخلي الناس تبقى عندها إحساس سلبي ناحية القصة ديت. فيها معوقات وفيها صعوبات وفيها حاجات كتيرة الواحد محتاج يفكر فيها، بس أنا مش بحس إن ده ليه أي علاقة بإن في الآخر يبقى في أسرة مكتملة، إن الطفل عنده أهل أب وأم والأب والأم عندهم طفل وبيعيشوا مع بعض مسيرة لغاية ما الطفل يكبر ويستقل وتبقى دي قصتهم. فأنا مش بحس إنه يعني مش قادر أشوف إنه ليه الناس ممكن تبقى رافضة الفكرة دي، فكرة جميلة للطرفين وفكرة يعني بتدي حياة للطرفين. إحنا عيلة كنا محتاجين الطفل ده في حياتنا أكتر كتير قوي في رأيي من ما هو محتاجنا، هو جاب لنا بهجة وسعادة فظيعة، فبس بطلب الناس تنفتح على تكوين، يعني على انه الحياه مش اسطمبه، مش كل الحاجات نفس الاسطمبه، يعني زي ما في مننا الدكتور والمهندس، في اسرته بتتكون بطفل بيولوجي واسرته بتتكون بطفل مكفول، والاثنين بيحبوا طفلهم بنفس الطريقه والاثنين بيحلموا لهم نفس الاحلام. جون ابني بتمنى اعمل له كل حاجه حلوه، مفيش حاجه معينه، انا بعمل احسن حاجه عندي طول الوقت، وانا سعيد جدا بعلاقتي بيه وبان انا بكتشفه وهو بيكتشفني، ومفيش اي اختلاف، مفيش اي اختلاف بينه وبين، انا مش قادر احس ان انا مشاعري ناحيته مختلفه عن ان هو ابني، وعايز اعمل له احسن حاجه، انا مش حاسس ان ده، انا بالنسبه لي ده مش عمل خير، انا بالنسبه لي انا بكمل عيلتي وجون ده ابني وانا بحبه وعايز ابقى احسن حاجه ليه من غير ما افكر في الموضوع باي طريقه يعني فوقيه ان انا بعمل خدمه ولا بعمل حاجة عشان الطفل أو بساعده أو كل الكلام ده مش حقيقي، لأن أنا محتاجه في حياتي زي ما هو محتاجني في حياته، إحنا بنكمل بعض يعني.
وانت بتخدم في الملاجئ فكر ازاي خدمتك تبقى متواجبة مع عصر جديد بقى متاح فيه انه بدل ما الاطفال تقعد في ملاجئ 40 طفل بترعاه سيدة او سيدتين مهما كانوا رائعين، وانا شفت سيد يعني رعاة ملاجئ حقيقي رائعين، مش ممكن يقدموا له نفس الرعاية اللي هيقدمها اثنين لطفل او اثنين، يعني بنسبة تناسب يعني. وانت بتخدم في ملاجئ وانت بتزور ملاجئ انشر الفكرة انه من مصلحة الاطفال تتواجد في اسر، دي حاجة مش غريبة ومش جديدة، هو ربنا خلق الاطفال في اسر، فده السيت اب، ده التشكيل الطبيعي للحياة. انا روحت زرت دور رعاية كتير، وانا كنت بخدم في دور رعاية وانا في الجامعة قعدت سنين، وبقدر قوي كمية المجهود اللي بتتحط من دور الرعاية ناحية الاطفال اللي عندهم ظروف خاصة وقاعدين في دور رعاية. انا مش حاسس ان في اي حاجة في ان الواحد يكفل او يبقى معاه طفل، يبقى في طفل من دور رعاية بيطلع يعيش مع اسرة فيها اي انتقاد او اعلان لتقصير عند دور الرعاية، بس هو الحقيقي والتكوين الطبيعي ان اي طفل محتاج رعاية كتير. يعني احنا معنا طفل واحد وقد كده بياخد مجهود ان الواحد يبقى موجود وحاضر معاه عشان يخليه يكبر ويبقى شخصية حلوة. فأنا رسالتي لدور الرعاية ان هم يفتحوا الباب للحالات اللي ينفع تطلع للكفالة، مش حالات كتيرة اللي ينفع تطلع للكفالة، معظم حالات اللي في دور الرعاية ما بينفعش يطلعوا للكفالة، بس شوية الحالات اللي ينفع تطلع دي حاجة كويسة للأطفال ان هم يطلعوا وياخدوا اهتمام خاص 24 ساعة في اليوم، يبقى معهم حد واخد باله منهم وبيحبهم. وبعدين احنا كمان بنفكر في الموضوع ان هو كأنه تكبير العيلة، احنا مش بناخد الطفل ونخطفه من دور الرعاية ونعزله عن دور الرعاية، بالعكس الطفل من حقه يبقى على اتصال بالناس اللي في دور الرعاية لو هو عايز. نتمنى من الوزارة انها شوية تعمل توعية عن طريق بقى وركشوب او حاجة زي كده لدور الرعاية المسيحية، لان في كتير منهم لسه يعني حتى لما بنتكلم معاه لا هم مش بيقتنعوا اصلا، فاكرين ان احنا لا هم لسه خايفين. في مشكلة تانية ان في بعض دور الرعاية مش عايزة تسمع اصلا، ودي يمكن من المشاكل الاكبر، يعني في واحد مش عارف بس هو عنده استعداد يسمع. في مشاكل تانية اللي هو لا هو مش عنده استعداد يسمع، فساعتها يبقى يعني مش احنا اللي ينفع نتكلم معاه، الوزارة اكتر هي اللي ينفع تتكلم معاه. الكنيسة عليها دور كبير قوي قوي توعية كمان، لانه يعني نحمل كده رسالة تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، محتاجين نجدد فكرة خدمة الايتام، انه بدل ما كانت بس خدمة ملاجئ تبقى بين خدمة ملاجئ اللي هي الاطفال اللي مش هينفع يطلعوا للكفالة واللي في المسيحية دول الاغلبية، لانه اطفالنا معلومي نسب واغلبهم ليهم اسر موجوده واغلبهم اسرهم بتودهم وبتزورهم، دول قانونا ومنطقيا ما ينفعوش يطلعوا للكفاله. فانه بس يعني نجدد بقى اذهاننا وننفتح لطريقه جديده في خدمه الاطفال اللي ينفع تطلع للكفاله، بان احنا ندور لهم على اسر كويسه، اسر حقيقي ترعاهم، اسر تحافظ عليهم وتديهم فرص احسن وحياه احسن. كاول عيله بقى مسيحيه تعمل كفاله طلبنا نقابل البابا ناخد بركه، وكمان نشوف ازاي نقدر نساعد انه اطفال اكتر يبقى ليها بيوت اكتر. وهو الحقيقه كان متحمس للفكره جدا، وكان عنده تعليق انا لقيته جديد، معرفه جديده بالنسبه لي. يعني كان بيقول انه لفظ كفيل ما هوش اسلامي، بس هو شبيه بلفظ احنا بنستخدمه باللغه اليونانيه اللي هو اشبين، واشبين معناه تقريب يعني اقرب حاجه ليه كفيل روحي. وكمان قال لنا انه اكليل التربيه يساوي اكليل الرهبنه، ودي كانت برضه معلومه جديده بالنسبه لي. فهو كان الحقيقه يعني شجعنا جدا على الخطوه، وكان متحمس جدا للفكره. اعتقد ما فيش حاجه في المسيحيه تمنع ده، بما انه عمل رحمة، فإحنا بنحاول نعمل توعية في المجتمع المسيحي، لأن الحقيقة لقينا المجتمع المسيحي فكره عن الكفالة يا إما مش عارف حاجة خالص، يا إما متخيلين إن الكفالة برضو للمسلمين بس، يا إما متخيلين إن كلمة كفالة معناها إني أدي فلوس للأطفال. مجتمع المسيحي أقصد بيه شعب، دور رعاية، رجال دين في الكنيسة، أغلب المجتمع المسيحي كلهم عندهم خلط رهيب، قليل جداً اللي عارف
كفالة المنزلية أو يعني إيه أسرة بديلة. فإحنا الخطوات اللي جاية بنحاول أننا نعمل توعية بشكل أكبر على كل المستويات. الأسرة هي الوحدة الرئيسية، وحدة البناء الرئيسية للمجتمع، فلما يكون أي فعل بيدعم بناء الأسرة بكل تأكيد الكنيسة بتؤيده وتسانده أيضا. وهنا عايز أقول أنه الإنسان نتاج مجتمع، وبالأكثر هو نتاج أسرته، كل واحد فينا نتاج الأسرة. الإنسان اللي بينشأ داخل أسرة طبيعية فيه الأب وفيه الأم بيحصل على الغذاء النفسي والمعرفي الأساسي عشان يصبح في النهاية شخص صالح ونافع ومنتج في المجتمع. فالنهاردة فكرة الكفالة اللي فيها استيعاب لأطفال تحتاج إلى أسرة، لا شك إن هي بتضمن لهذا الطفل اللي بدون فكرة الكفالة كان هيعاني تماما في فترات التأسيس والنمو. فطبعا احنا بندعم الفكرة بكل قوة. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان أنا عندي تموت.